هلا سلطان، صباح الخير، كيف الحال؟ احمد صباح الخير، ومحمد ومحمود. يلا شباب، نبي نسمي اسطاب الحمود، هذه عليها شعار. بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله صباحكم جميعا اعزائي المشاهدين بكل خير. متابعينا الكرام، نرحب بكم اجمل ترحيب بهذا اليوم، يوم الاربعاء الثالث من شهر يناير لعام 2024 للميلاد، حيث نقل لكم وقائع هذا السباق العام الذي يقيم وينظم شؤون البلاط السلطاني ممثلا بالهجانة السلطانية بالتعاون الفني مع الاتحاد العماني لسباقات الهجن. هذه الفعالية التي انطلقت بيوم الأمس خصصت لمنافسة سن الحجايق. بهذا اليوم نستكمل هذه الفعالية بانطلاقة فئة عمرية أخرى، أعلنت قبل قليل انطلاقة الشوط الأول الرئيسي المخصص للقاية الأبكار، شوط الخنجر، شوط المؤسسات، شعار الهجانة السلطانية وشعار مؤسسة هجر البشاير وشعارات الأخوة المواطنين الذين دائما يحبوا المنافسة بهذه الأشواط. الشكر لمولاي جلالة السلطان حفظه الله على هذا الدعم المتواصل وهذا الدعم الكبير لأبناء هذا الوطن المهتمين بهذه الرياضة، رياضة سباقات الهجن. شاهدنا بيوم الأمس كانت تسعيرة لسن الحجايق، بهذا اليوم أيضا تسعيرة لسن اللقاية. نتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله. نذهب مباشرة لنتعرف على تفاصيل أول الأشواط. أجد الاسم المنطلق العنود لمؤسسة هجن البشاير بقيادة المضمر عبد الله بن طويرش الوهيبي. المركز الثاني أمجاد، في المركز الثاني هذه أمجاد للهجانة السلطانية مع المضمر حمد بن سالم بن حمد الإديلي. المركز الثالث اللي وصلت في ضوء أحمد بن علي بن صغير الوهيبي، بينما المركز الرابع هذه حاضرين للغفيج بن صغير بن عبد الله المالكي في المركز الرابع، بينما المركز الخامس من الجانب الآخر شعار الهجانة السلطانية يتواجد في المركز الخامس في هذه اللحظة على ظهر وجود الذيبة للهجانة السلطانية مع سيف بن عبد الله الحبسي، بينما المركز السادس هذه مهدية للهجانة السلطانية مع ناصر بن عبيد الدرعي مقدما لاسم مهدية المنطلقة بالمركز السادس، بينما المركز السابع هذه الهنوف لهجر البشاير مع حميد بن محمد بن رامس اللي حافي بعملية تضميرها. المركز الثامن هذه الحاكمة للهجانة السلطانية مع المضمر سيف بن عبد الله الحبسي مقدم الحاكمة، بينما المركز التاسع وصلت سمحة غانم بن عبد الله بن ساعد السعدي، والمركز العاشر نختتم بها النتيجة الأولى هذه اللي وصلت سلابة للهجانة السلطانية والمضمر حمد بن سالم بن حمد الإديلي. هكذا هي النتيجة للعشرة الأسماء الأولى المتقدمة، للعشرة الأسماء المنطلقة في أول أشواط اللقاية بشوط خنجر اللقاية. نتابع هذه الأسماء عبر النقل الحي والمباشر على قناة عمان الرياضية. نعود مع انطلاقة وتقدم أمجاد التي غيرت مجريات الأمور وانطلقت بأول هذه الأسماء بشعار الهجانة السلطانية بمتابعة حمد بن سالم بن حمد الإديلي مضمر متابع لانطلاقة أمجاد بالمركز الأول، بينما المركز الثاني حاضرين للغفيج بن الصغير بن عبد الله المالكي يقدم اسم حاضرين على المركز الثاني. وصلت مهدية في المركز الثالث، وصلت مهدية بشعار الهجانة السلطانية. هنا بالمتابعة ناصر بن عبيد الدرعي حاملة لقب كاس الحجايج في العام الماضي تشاركنا اليوم بشوط الخنجر بالسباق العام، تتقدم بالمستوى الثالث، بينما المركز الرابع وصلت الهنوف لمؤسسة هجر البشاير. هنا حميد بن محمد بن رامس اليحافي بمتابعة تضميرها التي تتقدم بدورها إلى مستوى أفضل إلى المركز الرابع، بينما المركز الخامس ضوء أحمد بن علي بصغير الوهيبي والوصول من العنود لهجر البشاير. وتقدمت الحاكمة للمركز الخامس بشعار الهجانة السلطانية والمضمر سيف بن عبد الله الحبسي، وبينما هنا الوصول من الأسماء الخطيرة، من الأسماء القوية، من الشعارات المميزة المتواجدة بأول الأشواط. قطعنا الثلاثة كيلومترات الأولى
المتبقي الكيلوين الأخيرة ما زالت مسافة كافية لنشاهد الشعارات المتأخرة بالظهور لملاحقة المجموعة الأولى التي ما زالت تتقدمها أمجاد بشعار الهجانة السلطانية بمتابعة أبو الخطاب حمد بن محمد بن أحمد بن سالم بن حمد اليديلي حاضرين للغفيج بن الصغير المالكي ما زالت على المركز الثاني في موقع مناسب للمنافسة الهنوف في المركز الثالث بشعار هجنة بشاير أحمد بن محمد اليحافي بالمتابعة بينما هنا الحاكمة في المركز الرابع بشعار الهجانة السلطانية وسيف بن عبد الله الحبسي بالتضمير وصلت سلابة بشعار الهجانة السلطانية محمد بن سالم بن حمد ليديلي وصل اسم جديد وصلت بشاير لهجنة البشاير مع موسى بن علي بن حمد بن محمد اليحافي والوثبة للهجانة السلطانية والاسم الآخر اللي وصلته نصبة لجاسب القبيلي بن نخرة المحاربي لكن عودتنا مع اللي غيرت مجريات الأمور الهنوف غيرت مجريات الأمور خذت تقودنا هذه المجموعة المميزة المشاركة بشهود خنجر اللقاية حاملة لشعار مؤسسة هجنة البشاير بمتابعة أحمد بن محمد بن رامس اليحافي متابع لها بالتضمير أمجاد سلاب الوثبة الحاكمة بشاير غزلان وصلت الأسماء دخلنا بأجواء الكيلو المتر الأخير الكيلو الأصعب بهذا المسار بقيادة وانطلاق الهنوف ما شاء الله يا الاندفاع بدون اي اوامر ولا تعليمات الهنوف لهجنة البشاير احمد بن محمد بن رامس اليحافي تحركت امجاد للهجانة السلطانية مع المضمر حمد بن سالم بن حمد ليديلي بينما الوثبة للهجانة السلطانية محمد بن محمد لهيبي وسلابة وصلت بشاير لهجنة البشاير مع موسى بن علي اليحافي احدى الصفقات الحديثة لمؤسسة هجنة البشاير يقدمها موسى بن علي اليحافي لكن انطلقت الهنوف عندما حست بخطورة الأسماء المتواجدة والقادمة بهذا المسار الهنوف بشعار هجنة البشاير مع أحمد بن محمد بن رامس اليحافي أشكرك يا أبو محمد من تقدم لنا هذه النوعية المميزة التي تظفر بخنجر اللقايا سلام 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 للبشاير سلام للبشاير سلام لسيدي صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد مالك هذه المؤسسة داعم هذه المؤسسة التهنية للمضمر أحمد بن محمد بن رامس اليحافي مقدم لنا الهنوف بمستوى مميز بالشوط الرئيسي للقاية هذه لحظة الوصول إلى خط النهاية بينما المركز الثاني سلابة للهجانة السلطانية المركز الثالث بشاير لهجنة البشاير المركز الرابع الوثبة للهجانة السلطانية المركز الخامس غزلان للهجانة السلطانية المركز السادس إلى العاشر مع لجنة خط النهاية تهانينا والناموس للجميع تهانينا والناموس لحميد لهجنة البشاير.